هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد لليلة. نفذت قواتنا المسلحة بعون الله أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العام السادس. رداً على استمرار الغارات السعودية على المدنيين، القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى استهدفت الرياض والعمق السعودي. الحرب السعودية على اليمن تستنزف الرياض عسكريا وماليا، هل تستمر الحرب في ظل صراع داخل الأسرة الحاكمة، الخلاف مع موسكو على أسعار النفط؟ ثبات وصمود لحكومة صنعاء مقابل استقالات في حكومة هادي وعدم استقرار بسبب معارك الجنوب، فلماذا الإصرار على الخيار العسكري للحل؟ مرحبا بكم. ينشغل العالم بالحرب على كورونا وتتوقف دورة الحياة بالتزام الناس أينما كانوا منازلهم، وتقفل المؤسسات الصناعية والتجارية، والهم الأول هو الحفاظ ما أمكن على حياة البشر. إلا في اليمن فلم يغير التحالف السعودي وجهة الحرب هناك، وواصل غاراته الجوية لا بل زاد على عن وتيرتها السابقة، مستهدفا المدن والقرى والأسواق والمستشفيات. فكان الرد اليمني لتكشف القوات المسلحة اليمنية عن أكبر عملية عسكرية تنفذ في العمق السعودي مع بداية العام السادس للحرب، عملية شاركت فيها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، استهدفت أهدافا حساسة في العاصمة السعودية الرياض، كما شملت العملية قصف أهداف اقتصادية وعسكرية في جيزان ونجران وعسير. إعلان عسكري يتزامن مع تطورات سياسية تواجهها المملكة تمثل تحديات لا يستهان بها داخليا، يتجسد بالصراع داخل الأسرة الحاكمة على السلطة، خارجيا قلق من نتائج الحرب النفطية مع روسيا التي أطاحت الأسعار. أما في اليمن فبرغم كل الصعاب والحصار والأزمات تواصل حكومة صنعاء تثبيت وضعها سياسيا وعسكريا في مقابل إرباك يعيشه خصومها في حكومة هادي من استقالات متتالية وصراع في الجنوب مع القوى المدعومة من الإمارات. إذن هذه عناوين ومحاور مساءة الليلة مشاهدينا، نفصلها ونناقشها. في نقاشها الليلة معنا هنا في الاستوديو الباحث العسكري سيادة العميد المتقاعد شارل أبي نادر، معنا من عمان مدير مركز القدس للدراسات السياسية سيد عريب الرنتاوي، ومن صوفيا في بلغاريا معنا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا الدكتور محمد أبو عاصي. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ بما أكده المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع عن استهداف العاصمة السعودية عبر عملية مشتركة للقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير، واعدا السعودية بعمليات موجعة إذا استمر العدوان على بلاده. نفذت قواتنا المسلحة بعون الله أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العام السادس، استهدفت عمق العدو السعودي. العملية العسكرية المشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت عددا من الأهداف الحساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض بصواريخ ذو الفقار وعدد من طائرات صمادي ثلاثة، واستهدفت كذلك عددا من الأهداف الاقتصادية والعسكرية في جيزان ونجران وعسير بعدد كبير من صواريخ بدر وطائرات قاصف توكي. نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا. سأبدأ معك سيادة العميد شارل أبي نادر، نريد منك بداية أن تقربنا، نحن بانتظار يعني يومين أو ثلاثة كما دائبت العادة أن يعود ويخرج المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ويفصل في هذه العملية كما في السابق. هذه عملية وصفت بالعملية الأكبر والنوعية في العام السادس للحرب على اليمن، نريد منك أن تقربنا ربما من يعني ما حملته هذه العملية فيما أعلن عن المواقع التي تم استهدافها صاروخيا وبطيران المسير في الإنجاز الميداني والعسكري. لطفا مساء الخير. أهلا. يعني العملية في بداية العام السادس تحمل أكثر من بعد عسكري وعسكري استراتيجي أو عسكري تكتي وعسكري استراتيجي.
بداية هي عملية مزدوجة أو مركبة من نوعين من الصواريخ المسيرة ومن الطائرات المسيرة، ونتكلم عن أسلحة نوعية هي كانت متطورة في المرحلة الأخيرة، فرضت تعادل، فرضت وتوازن مع الوحدات الجوية، فرضت توازن ردع مهم وأساسي، ونقلت المعركة الميدانية حتى الآن أو التكتية في الداخل إلى مفصل آخر، يعني فرضت حصار مهم أساسي على الحدود، على المطارات الجنوبية الغربية، نتكلم عن ثلاث مطارات في ثلاث مناطق، جازان وعسير ونجران. أيضا البعد المهم الأساسي أنها العملية تأتي بعد سلسلة من العمليات المشابهة، ويكون هناك عجز في مواجهتها أو عجز في انتظارها أو عجز في الصواريخ والدفاع الجوي الذي يتكلمون أنه يحضر، أنهم يستوردون منظومات متطورة في المرحلة الأخيرة، يعني دفعوا عقود لمنظومات ساد، ربما لمنظومات باتريوت المتطوره باكتري، وحتى الان فشل الباتريوت وكان في فيديو تم صح يعني فشل الباتريوت، حتى هناك معطيات تقول انه في المرحله الاخيره زجوا بمنظومات اكثر تطورا، لانها كانت تصل الصواريخ الى الرياض، تصل الى ينبع بعد عمليه ارامكو الاستراتيجيه المشهوره، ايضا هذا كان او دفعهم لاتخاذ نقاط مهمه واساسيه، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى في هذه العمليه استطاعوا بان تكون مركبه أن يظهروا للعالم وللسعودية وللجميع نوعين من السلاح التكتي. النوع الأول هو القريب الذي نتكلم عن مسافة تتجاوز يعني بين 300 و500 كيلومتر، هي التي استهدفوا بها المطارات، ويعني لا يوجد هناك حتى الآن معلومات بالتحديد، ولكن عندما يتكلم المتحدث العسكري عن عشرات الصواريخ بدر والطيران المسير، نتكلم عن مجموعة كبيرة يعني من القدرات التكتية القريبة على الحدود، وأيضا كان هناك سلاح بعيد المدى ذو الفقار يرمي على 800 كيلومتر وما فوق، ربما يصل إلى 1000 كيلومتر استهدفت به الرياض، وأيضا صمار 3 التي استهدفت سابقا بها أبو ظبي والمناطق في الإمارات البعيدة 2000 كيلومتر و1800 كيلومتر. لذلك هذه العملية المزدوجة تعطي إشارة مهمة أن غرفة عمليات الوحدات الجوية والطيران المسير والصواريخ البالستية ما زالت تتحكم بسير المعركة استراتيجية، تفرض الإيقاع الذي تريده ساعة تريد، بالرغم من أن هناك كان من المفترض أن يكون هناك انتظار واستهداف لهذه القدرات النوعية. اسمح لي بما ختمت سيادة العميد أن أنتقل للسيد الرنتاوي، هي عودة الرسائل إنجاز التعبير بالبالستي بالصواريخ البالستية الآن يعني هذا العام السادس، لكن كان هناك نوع من الهدوء خصوصا على مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بعد ما وصفها سيادة العميد عملية أرامكو الشهيرة، كان في مبادرة من يعني الصماد. ما الذي تقرأه في عملية التصعيد هذه التي قامت بها المملكة العربية السعودية والرد كما يقدم من صنعاء الرادعة باتجاه المملكة العربية السعودية في توقيت كورونا أيضا سيد الرنتاوي؟ يعني أولا دعينا نتحدث عن دلالة هذه العملية قبل أن نبدأ الحديث عن الأسباب والسياق الذي جاءت فيه. الدلالة الأهم في أنها تأتي في العام السادس للحرب على اليمن، ما يعني أن كل الرهانات، كل الوعود على نهاية سريعة لهذه الحرب فشلت، وأن المستنقع اليمني سيغرق قوى العدوان في اليمن، هذا الذي تحدث عنه كثيرون وحذر منه كثيرون دون أن يصغي أحد في الحقيقة إلى هذه التحذيرات وإلى هذه التنبيهات. ثانيا يعني أن هذه العملية في العام السادس لهذه الحرب تدور ميدانها فوق الرياض في العمق السعودي وفي المحافظات الجنوبية جازان وعسير ونجران وغيرها، ما يعني أن مسرح العمليات الذي انتقل منذ فترة إلى الداخل السعودي يتكرس الآن الداخل السعودي كنقطة قريبة وليس كنقطة عمق بعيدة لا تصلها أسلحة اليمنيين. هذه دلالات مهمة، ونحن ندخل يعني أو الحرب تدخل عامها السادس، مما يعني في الحقيقة إعلانا صريحا عن الفشل. أما فيما خص السياق، في ظني أننا أمام مواجهة بين تكتيكين، التكتيك السعودي الذي يريد خفضا للتصعيد ولكن دون حل أي مشكلة لا سياسية ولا إنسانية فيما خص اليمن، هو يريد أن يبقي الملف اليمني ضمن مستوى محدد من التصعيد قادر على إدارته بمعنى من المعاني، لأن هذا الملف بات مرتبطا أشد الارتباط بملفات أخرى.
لكن هذا التكتيك يصطدم بتكتيك اليمني الذي يعتبر أن هذا ليس خيارا على الإطلاق. إما أن تأتي السعودية إلى مفاوضات جادة وحل سياسي شامل بدءا بفك الحصار المضروب على اليمن خصوصا في زمن الجائحة زمن كورونا، وإلا يعني لا يستطيع اليمنيون أن يلزموا جانب الصمت والسكينة حيال استمرار هذه الحرب حتى وإن كانت بمعدلات ووتائر منخفضة. لماذا هذا الوضع كسؤالك؟ في الحقيقة راميا أعتقد أن ملف اليمن هو أكثر ملف السياسة الخارجية السعودية مات مرتبطا بالصراع الداخلي على السلطة مصير محمد ابن سلمان على وجه الخصوص. كيف وفي كيف يعني هي لعبة محمد ابن سلمان، وأعتقد أن الأمير أحمد بن عبد العزيز في لندن قالها أمام الجمهور الذي احتشد أمام مقره محتجا على الحرب، قال هذه ليست حربنا، وقال أيضا أنها ليست حرب آل سعود، هي حرب الملك وولي عهده. إن كنت تذكرين هذا صحيح. الفيديو الشهير في 2018 باسم محمد بن سلمان ارتبطت هذه الحرب، وبالتالي أي هبوط عن الشجرة غير آمن بدون شبكة أمان يعني أن هناك تهديد لفرصه في الحصول على العرش في المستقبل. وأنت تعرفين الآن أن المعركة الدائرة في داخل العائلة من أجل قضية العرش والوراثة بدلالة الاعتقالات التي طاولت أكثر من 20 أمير في الآونة الأخيرة، ومن بينهم أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف أكبر أميرين وأكثر أميرين لديهم فرص في الوراثة والخلافة، وأكثر أميرين لديهما شرعية بهذا المعنى إن شئت. لذلك الملف اليمني يزداد تعقيدا إذ يتداخل ويتشابك مع ملف الصراع على الخلافة والوراثة. وفي ظني أنه من الصعب الحديث عن اختراق وحلول جذرية للأزمة اليمنية قبل حسم هذا الملف. يمكن لمحمد بن سلمان ملكا أن يتخذ ما يشاء من قرارات، لكن وهو في طريقه إلى العرش وفي صراعه مع بقية أجنحة العائلة على العرش لا أعتقد أنه سيتخذ قرارات ما لم يضمن أنه حفظ ماء وجهه، وفي ظني أن ليس هناك حلا يمكن أن يحفظ. طب موضوع حفظ ماء الوجه سأعود إليه، لأنه زمن كورونا يعني كان يمكن إنجاز التعبير يعني باستخدام زمن كورونا يمكن أن يصل لخيار يحفظ ماء الوجه، بمعنى أنه جريفيث قدم أنه وقف إطلاق النار تحت عنوان يعني من أجل إيقاف النار من أجل كورونا بيكون يعني مدخل أو مخرج في حفظ ماء الوجه حتى بالنسبة للطرفين لا غالب ولا مغلوب. لكن ذلك دكتور محمد أبو عاصي لم يكن مقبولا أو لم تنتهجه السعودية. ما رأيك بما تم تقديمه وما وصفه سيد رنتاوي بالتكتيك؟ هي معادلة ترسخها صنعاء، نحن نقصف والآن عمق المملكة العربية السعودية إن كان الرياض أو حتى جزان ونجران وما إلى ذلك، تريدون إيقاف الصواريخ الباليستية والطيران المسير في داخل المملكة العربية السعودية، أوقفوا الحرب وفكوا الحصار. لماذا يبدو هذا الأمر عصيا حتى الآن؟ توافق على الطرح الذي قدمه السيد الرنتاوي في تفسيره لذلك؟ نعم أنا أوافق على ما قاله الزميل الرنتاوي الأستاذ رنتاوي. بالمقابل يعني في موضوع السياسة السعودية حاليا تعيش في حالة تخبط، محمد بن سلمان تحديدا في حالة تخبط كبير، لم يراعي ما يحدث بالعالم من حوله. الرجل يعيش كأنه يعيش في جزيرة منعزلة عن العالم، يعني ما ملاحظ هو أنه على فكرة الصين توقفت عن شراء النفط السعودي اليوم على الأقل في شهر 4 وشهر 5. أوروبا لم تعد تطالب يعني ما عادش طلبها على النفط كالسابق. روسيا عمليا قاعدة عم بتأثر حاليا في أوروبا وفي مناطق أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية تعيش في مأزق كبير، مش فاضية لا لمحمد بن سلمان ولا لغيره. والأزمة وخلال الأشهر القادمة كل التوقعات عند كل المحللين إنه العالم لن يبقى كما هو وسيكون هناك معادلات جديدة وفرص جديدة. كل هذه المسائل بدل أن يغتنمها محمد بن سلمان ويحاول يعني يحفظ ماء وجهه على رأيك في قضية إنه هلأ في كورونا وما في داعي للحروب، وقف إطلاق نار إنساني يعني نعم
وقف اطلاق نار انساني، وانه بناء على طلب الامم المتحده والى اخره. حاليا حتى هذا المنطق مرفوض عند محمد بن سلمان. يعني محمد بن سلمان من زاويه لن يعود، وخلال الاشهر القادمه لن يعود قادرا على الاستئناف على الصرف على حرب اليمن، لانه موضوع الكورونا، موضوع اسعار النفط، وموضوع الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بتمشي كليتها لا تصب في مصلحه السعوديه ولا في المليارات اللي عم بيحاول يصرفها بحربه على اليمن. بالمقابل اليمنيين قاعد امورهم في تصاعد. يعني حال اليمنيين حاليا صح، رغم المآسي ورغم الدمار اللي حاولوا اللي شكلوا العدوان على اليمن، الا انه اليمنيين حاليا مترابطين، اللي في عندهم مؤسساتهم قائمه، قوتهم العسكريه في تصاعد. يعني اذا بدنا نقارن القوه العسكريه للجيش اليمني وانصار الله حاليا بقوتهم العسكريه في بدايه الحرب، حاليا قوتهم العسكريه اضعاف الاضعاف التي كانت سابقا. وبالتالي هذا الموضوع يعني سيعمق مأزق محمد بن سلمان. وبتقديري اذا لم يكن هناك اوامر امريكيه لمحمد بن سلمان بوقف هذه الحرب، وفي حال اذا لم يتوقف سيكون هناك اجراء معين او الى اخره، هذا الكلام سيستمر محمد بن سلمان بهذا الموضوع. الولايات المتحده الامريكيه بامكانها وقف الحرب رغم قرارات محمد بن سلمان ورغم عنجهيه محمد بن سلمان، بامكان الولايات المتحده خلال 5 دقائق وقف الحرب في اليمن اذا ارادوا، ولكن هم حاليا مستفيدين من الوضع القائم بالسعوديه، ويبتزوا السعوديه ويبتزوا الدول الاخرى المشاركه في العدوان. وبالتالي ايضا هذا العدوان يخدم بشكل مباشر العدو الصهيوني واسرائيل، وبالتالي يعني غير معني الامريكان بوقف هذا العدوان. بالمقابل استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في اليمن سيقوم بخلق معادلات جديده، وانا بتقديري هذا الموضوع سينعكس حتى على المقاتلين الذين يقاتلون الى جانب قوات يعني هادي او المجلس الجنوبي. لن يستمر الوضع على ما هو الان، ولن يكون في مصلحه السعوديه. وبالتالي كل ما استمر هذا العدوان متقدم، وبالتالي محمد بن سلمان يعني يقبر نفسه سياسيا، وربما سيقبر السعوديه اقتصاديا واجتماعيا والى اخره. عديد من النقاط دكتور ابو عاصي طرحتها ساحيلها لضيفينا، ولكن قبل ذلك سنستعد هذا التقرير لانه في ذات النقطه حيث وصلنا مراهنات محمد بن سلمان في اليمن التي تنقلب عليه اضغاث احلام تهدد السعوديه بالانهيار في سياق التحولات العالميه المرتقبه، لكن اليمن يرمي حبل النجاه اذا التقطه الحكم السعودي للتراجع عن حافه الهاويه. هذا التقرير للزميل قاسم عز الدين. افتتاح العام السادس بعملية نوعية في العمق السعودي يدل على تحول في موازين القوى الميدانية التي تشهد صعودا يمنيا متدرجا، بينما تراوح السعودية في النقطة الأولى لبداية العدوان عملا بخطة الأرض المحروقة. طائر الفينيق الذي يحلق من تحت الرماد يكشف هراء المراهنة على حكومة المنفى لتغطية احتلال اليمن وتمزيقه إربا مع الإمارات وجماعات ضيقة الأفق، لكنه يكشف في المقابل أوهام السيطرة على اليمن من أجل سيادة ثالوث مع ترامب وإسرائيل فيما يسمى رؤية 2030 وصفقة القرن. مغامرات بن سلمان التي تزعزع توازنات السعودية والأسرة الحاكمة تبدد أسباب الثقة للسعودي الإقليمي استنادا إلى هبة النفط في استمرار الحرب على اليمن وفي حرب الأسعار، وقبلها في تسليم أسهم أرامكو إلى بورصة نيويورك بناء على طلب ترامب. كما وضعت الخزينة الأمريكية يدها على الاحتياط السعودي الذي يتسلط عليه قانون جاستا المعدل خصيصا للسعودية، وربما هو ما أرغم السعودية على الاقتراض وعدم استخدام الاحتياط المالي في نيويورك. المخاطر التي تهدد السعودية في سياق التحولات العالمية التي يتوقعها خبراء معتدلون ومحافظون سيف مسلط على السعودية بذريعة تنشيط الأسواق وفق دعوة مايك بومبيو، وما ارتأته أمريكا وأوروبا في قمة الـ20 لضخ آلاف المليارات. وفي هذه الرمال المتحركة ربما تنمي السعودية بنفسها إلى التهلكة غرقا. العواصف والأنواء المحدقة بالمركب قد تتيح للسعودية القفز منها والتقاط حبل النجاة اليمني، لكن التراجع عن حافة الهاوية يشترط بعض العقلانية لمعالجة أمراض الإنكار.
نقاط عديدة جاءت في تقرير زميل قاسم عز الدين وحيلها في موضوع التركيز على الحل العسكري سيادة العميد، دون أن نرى ما يدفع أو يعزز الاتكاء على مثل هذا الحل بالنسبة للمملكة العربية السعودية. في داخل الميدان اليمني هناك إخفاقات، هناك خسائر كبيرة تمثلت حتى في معارك الشرق إنجاز التعبير. الجوف عنوان أساسي دفع بن دغر لأن يقول سقوط الجوف قد يغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية فيما وصفها المعركة المصيرية مع الحوثيين، وذلك ينسحب أيضا باستمرار العمليات كما شاهدنا صواريخ بالستية في داخل العمق السعودي. على ماذا يتم المراهنة برأيك على التمسك بالحل العسكري بخلاف ما يقوله الميدان بالنسبة للرياض؟ صحيح، بخلاف ما يقوله الواقع الميداني بالكامل. هناك أكثر من مسار يدفع أي متابع ينظر بطريقة موضوعية بدون أي توجهات معينة لكي يرى أن هذا الميدان لم يعد صالحا لأي إمكانية للتقدم أو للانتصار أو لتحقيق أي هدف. إذا تكلمنا عن المسار المتعلق بالطيران المسير والباليستي تكلمنا عنه منذ قليل، الآن هناك مسار آخر يعني وعد به السيد عبد الملك الحوثي هو مسار الدفاع الجوي. صحيح. وحتى الآن هو استطاع أن يحقق نسبة كبيرة، لا نقول بالكامل، نسبة كبيرة من التوازن بمواجهة إبعاد الطائرات والقاذفات التي كانت دائما هي العنصر الأساسي والرابح لمعركة العدوان. النقطة الثانية المهمة الأساسية، المعارك التي ذكرت إحداها سترامية، هناك ثلاث معارك برية كبرى في الشرق كانت حاسمة بالكامل. صحيح. معركة نصر من الله، معركة البنيان المرصوص، ومعركة الأخيرة فأمكن منهم. نعم. هي معارك حققت جغرافيا وميدانيا تحرير مساحات كبيرة وشاسعة. أيضا تم هناك أسر وقتل وإصابة عدد كبير، هؤلاء العناصر خرجوا من المعركة بالنسبة للعدوان. النقطة المهمة الأساسية التي كانت هي لافتة أيضا مؤخرا وسوف تلعب دور، أن هناك يعني قبائل عدة بدأت. صحيح. تشترك مع الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان وضد المرتزقة. هذه العناصر الثلاث أي متابع ينظر لها يرى أن الآن لا يمكن بعد الآن، لقد خسروا جميع نقاط ارتكازهم للانطلاق بأي معركة. لأنك ذكرت ورقة القبائل، لأننا نتحدث عن الميدان اليمني ويعني الجوف يعني مأرب، ووفق ما تقول المعطيات الأمر يحتاج قرارا سياسيا لأنه الأمر بات بحكم التنفيذ العسكري يعني مأرب ساقطة عسكرية بشكل أو بآخر، لأنه حتى من الداخل في نوع من الالتفاف للقبائل مع يعني مع صنعاء بشكل واضح وكبير. هذا ما دفع بن دغر ليقول إنها معركة مصيرية مع الحوثيين كما تم توصيفه. هل تريد المملكة أن تقول بأنه هذه معركة وصراع إقليمي وليس داخلي، لأنه أوراق الداخل تقريبا انتهت. وكان في إشارة من كلام يعني رد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي بأنه الحوثيين وإيران يشكلون خطرا كبيرا، ووصل أيضا الأمر بتوقيت كورونا. هذا محاولة الهروب من الميدان اليمني باتجاه صراع إيران. هذا الهروب ليس مؤخرا، هذا الهروب في هذا الفشل وبعد هذه السيطرة والتحرير، هذا الهروب منذ عامين وأكثر عندما بدأت المعارك على الحدود، بدأت السيطرة في الداخل بعد معركة الساحل الغربي. كان دائما توجه الحديث أن إيران وصواريخ إيران وقدرات إيران، ويتكلمون عن إيران، هم لا يريدون أن يتكلموا عن الجيش واللجان الشعبية طبعا لأسباب معنوية، لأسباب أنهم هون يقاتلون مجموعة صغيرة وهذا الموضوع سوف يدفعهم معنويا لكي يسقطوا، ولكنهم دفعوا باتجاه القول أن السعودية أن إيران هي التي تدير هذه المعركة بالكامل. ولكن الواقع على الأرض هو يشي بغير ذلك. الجيش واللجان الشعبية يتقدم، هو يقاتل بطريقة تكتية متقدمة جدا، يعني استطاع أن يدحر العدوان في أصعب النقاط، في أصعب المعارك المواجهة. الجوف هي منطقة واسعة تم تحريرها بفترة قصيرة. صحيح. الآن مأرب محاصرة بالكامل، وبعد خسارة مأرب والتي هي أنا بتقديري ربما تكون العملية البرية الداخلية الأخيرة، لأن بعدها لن يعود هناك من نقاط ارتكاز، لذلك هو يفقد جميع هذه النقاط. طبعا سوف يعطي فكرة معينة أنه خسر في الميدان، خسر في هذه المواجهة، لأنه لا يواجه الحوثيين أو لا يواجه الجيش واللجان الشعبية، يواجه إيران لكي يعطي هذا البعد الإقليمي والدولي لمعركته. بس لأنه الجوف يعني نريد أن نقول للمشاهد هي ليست مفردة عادية، عندما نقول استعادة سيطرة على الجوف تلك التي تمتلك تلك يعني المسافة 700 كيلومتر مع الحدود مع المملكة العربية السعودية، ومن قبل الحرب يعني هذه على اليمن المملكة تحاول الهيمنة عليها 50 عام، يعني لأنه تمتلك أيضا مقدرات كبيرة وثروات نفطية، فهي ليست تفصيلا أيضا استعادة الجوف. هنا السيد الرنتاوي في ذات ما نناقش موضوع أن يقول اليوم تركي الم
المالكي يعني متحدث باسم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لا ندري ما الذي بقي تحت اسم التحالف يعني اليوم حتى على مستوى الدول حتى يحمل ما زال هذا الاسم، أشار إلى إيران في توقيت كورونا وكأنه يقول للغرب أعينونا، إيران تستغل هذا التوقيت لأن تأخذ مكاسب في الميدان اليمني حيث هي معركة اليوم، قالها يعني يحيى سريع وكما يقولها أيضا اليمنيين، هي معركة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. موقف أمريكا هنا ما هو؟ هل تتفق مع ما ذهب إليه دكتور محمد أبو عاصي بأنها هي من تدفع للاستماتة والاستشراس بالحل العسكري بالنسبة للرياض، أم أنه فعلا هي هنا تورطها وموضوع يعني أحمد بن عبد العزيز عاد إلى المملكة بضمانة أمريكية وأوروبية، تحضر لتغيير داخل الأسرة الحاكمة واشنطن أم ماذا؟ يعني أعتقد أن الملف اليمني تراجع في قائمة الاهتمامات الأمريكية كثيرا وفي قائمة الاهتمامات الدولية، العالم الآن لديه أجندات أخرى، مشغول بقضايا ربما تكون ذات أولوية أكثر ضغطا على صراع القرار في هذا المجال. أود أن أنظر في الحقيقة للمسألة من زاويتين، يعني في ضوء النقاش الذي حصل قبل قليل. الزاوية الأولى يعني في الحقيقة أن لا يوجد أخرق واحد في هذا العالم لا يزال يعتقد أن الحزم العسكري في اليمن ممكن، يعني إذا كان هناك في الرياض من يعتقد بهذا أعتقد أنه بحاجة لأن يراجع كثيرا يعني نفسه في هذا المجال. السعودية لا تديم الحرب في اليمن لأن لديها أوهام بالحزم العسكري، هي تخسر كل يوم في هذا المجال، ولكنها تريد أن تضبط إيقاع الخروج من هذا المستنقع على وقع خطوات الصراع الداخلي على العرش في المملكة العربية السعودية، هذا هو الأساس. إطالة أمد الحرب الآن وعدم الاستجابة للنداءات الإنسانية وعدم تحويل جائحة كورونا إلى سانحة للخروج من هذا المأزق أعتقد له تماس وثيق بالوضع الداخلي في المملكة العربية السعودية. ثم القفز من حكاية أن هذا الصراع أو هذه حرب السعودية على اليمن إلى تصوير المسألة كصراع إقليمي هي ليست جديدة، لكن تذكرين يعني قبل سنتين أو قبل ثلاث أعوام أربع أعوام كان يقال وقلنا على شاشتكم بأن هناك من يريد أن يقايض اليمن بسوريا. سوريا الآن خارج الحزب الخليجي بالكامل، ورأينا يعني شعار سوريا لن تترك لوحدها في الاتصال الهاتفي بين محمد بن زايد والرئيس الأسد. صحيح. وهذا ليس بعيدا عن السعودية، وفي كل الأحوال ليس لهم الآن أوراق في سوريا على الإطلاق، ستأتي وقد تكون سريعة اللحظة التي ستطلب المملكة العربية السعودية من الأطراف الإقليمية مساعدتها على الخروج من المستنقع اليمني، هذا أمر قادم لا ريب فيه، وفي ظني أن هذا لن يتم عن طريق الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تملك أوراق تأثير على اليمن ولا على إيران ولا على غيرها، أعتقد أنها ستبحث عن قنوات أخرى لمساعدتها على الخروج من هذا المستنقع. توقيت هذه العملية في ظني هو السؤال الإشكالي الكبير، لأنه كما قلنا مرة ثالثة الآن أن هذا التوقيت مرتبط بالصراع على السلطة، بالصراع على العرش في المملكة العربية السعودية تحديدا. اليمن الآن لكن سيد الرنتاوي فشل ذريع في اليمن، في مشكلة في الداخل وكانت واضحة في قراءتها، ليس بالضرورة أن نحصل على تصريحات من داخل القصر يعني والأسرة الحاكمة لأنه هذا لن نراه، لكن في مشكلة داخل الأسرة الحاكمة، هناك مشكلة اقتصادية كبيرة سيد الرنتاوي، يعني عند بنات المملكة العربية السعودية ميزانتها التي تقدر ب 272 مليار وهي الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية، كان ذلك على حساب أنه 50 دولار يعني سعر البرميل، اليوم نتحدث عن 20 و30 دولار وبلومبرغ تتحدث ربما يصل إلى 5 دولار، هذا يعني أنه نحن نتحدث عن عجز كبير في الميزانية. أين يمكن التقاط ما يعتبر يعتد به ويمكن أن يتم البناء عليه لنقول أنه هذا المملكة تحمل موقفا تستطيع العمل من خلاله، لا في ميدان يعني خسرت في سوريا كما قلت ولا في اليمن ولا في الداخل ولا في الاقتصاد. ليس هذا فحسب، يعني أعتقد أننا لسنا أمام أزمة مالية طارئة بمعنى أنها قد أن السعودية أو دول المصدرة للنفط قد تتعافى قريبا، نحن أمام منحة ربما يأخذ سنوات. نحن نشهد نهاية الحقبة الخليجية في التاريخ العربي المعاصر، وهي الحقبة التي بدأت في النصف الثاني من السبعينيات
مع ثورة أسعار النفط بعد حرب أكتوبر بشكل خاص. تقرير صندوق النقد الدولي الذي تطرقتم إليه في مرات سابقة، تقرير صندوق النقد الدولي الذي قرع ناقوس قطر وقال 2034 ربما يكون بداية التحول يعني النوعي والاستراتيجي في مكانة هذه المنظومة. أعتقد بعد جائحة كورونا التي داهمت العالم وهو في لحظة يعني ركود وضائقة اقتصادية ومالية شاملة، سوف تسرع هذه التواريخ، وربما لا تحتاج هذه الحقبة للانتظار حتى 2034، ربما قبل ذلك نشهد يعني نقطة التحول التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي قبل عدة أسابيع في هذا المجال. نحن أمام منحى هبوط، منحنى متراجع في هذا المجال. أنا أقول وأتحدث وقلت عن شاشتكم وأكتب باستمرار أن السنوات العشر القادمة أو ربما 15 القادمة ربما تكون تشهد نهاية الحقبة الخليجية في تاريخ هذه المنطقة. طب اسمح لي أن أنتقل بهذه النقطة. وعليها ما عليها. لذلك كلما خرجت السعودية أسرع من اليمن كلما كان ذلك أفضل لها. لكن ماذا تفعلين حين ترتبط السياسة والاستراتيجيات والقرارات الكبرى بالمصائر الشخصية والحسابات الفردية لمن هم على رأس السلطة؟ هذه النقطة لانتهاء يعني الحقبة الخليجية في المنطقة أريد أن أسألك عنها دكتور محمد أبو عاصي، لأن ذلك يعيدنا لما قاله السيد نصر الله يعني قبل بالأمس بأن هناك منظومات ودول قد تكون مقبلة على التفكك وبدأ النقاش بمصيرها، ذلك يعني ما بعد كورونا ليس كما قبله. هل المملكة أو حتى كما سماها يعني بالنسبة للحقبة الخليجية هي في هذا الإطار تراها دكتور محمد أبو عاصي؟ والله أنا بتقديري فيما يتعلق في الأسرة الحاكمة، الوضع في الأسرة الحاكمة مرتبط مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بعتقد أن محمد بن سلمان يعني ماخذ بعين اعتباره حاليا وجود ترامب، ولكن أزمة الكورونا والتغيرات والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستتفاقم بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، بتقديري لن تسير في مصلحة لا ترامب ولا محمد بن سلمان. يعني بما معناه أنه ترامب قد لا يستمر في السلطة خلال فترة طويلة، وأصبح تقريبا في الولايات المتحدة هذه الأمور تقريبا شبه واضحة، وبالتالي إذا تم أي تغيير بالولايات المتحدة بالتأكيد أول رأس سيطاح فيه خارج الولايات المتحدة سيكون رأس محمد بن سلمان. يعني محمد بن سلمان مع الديمقراطيين أو مع في الولايات المتحدة سمعته يعني الوحيد اللي محافظ عليها هو ترامب، محافظ على علاقة ما معه. فأنا بتقديري أنه محمد بن سلمان هيعيش حالة تخبط، ليست المسألة فقط مرتبطة بالصراع على السلطة داخل الأسرة الحاكمة، لا، في له حسابات أيضا مربوطة بالولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها مشغولة بوضع الكورونا ومشغولة بأزمتها الاقتصادية، إلا أنها ما تركت السياسة الخارجية. وحتى الآن وبننساش كمان أنه الحرب اللي في اليمن قديش عم تخدم إسرائيل، وأنه أي حل باليمن بالتالي يعني لابد أنه يكون على الأقل متوازن بحيث يحافظ على المصالح الإسرائيلية والمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يريده محمد بن سلمان. ولكن هذا الكلام يعني غير قابل للتحقيق بسبب أنه المواقف اللي اتخذها الجيش اليمني والحكومة اليمنية من عملية الصراع في المنطقة، هم مؤيدين للقضية الفلسطينية، هم جزء من محور المقاومة، وبالتالي لا الإسرائيليين ولا الأمريكان معنيين بوقف الحرب باليمن. والقرار الحرب بوقف الحرب باليمن يعني أنا أختلف مع الزميل عرايب في أنه المربوط بمحمد بن سلمان، لا المسألة ليست فقط مربوطة بمحمد بن سلمان، هي مربوطة بحسابات أيضا موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية وموجودة في عند الكيان الصهيوني وحتى بالمنطقة هذه كلها عوامل. هلا اذا ما حدثت الأزمة الاقتصادية القادمة بالسعودية، لن يستطيع محمد بن سلمان لو بلش الدين ما في راح يكون في حد ممكن يدينه لميزانية النفط. طيب. الحرب اللي عم بقوم فيها النفطية أنا عم بخسرها، يعني ممكن نحن نتحدث عليها بعد قليل، بس الحرب النفطية أنا عم بخسرها،
ومش بس فقط هو اللي عم يستنزف الازمه الميزانيه بالسعوديه. طب تعرف دكتور ابو عاصي، هذه النقطه تحديدا تدفع فعلا للسؤال لحسم النقطه، هل محمد بن سلمان فعلا الامر مربوط بيده ان كان موضوع اليمن حسم المعركه او حتى معركه اسعار النفط انجاز التعبير، او مرهون بالولايات المتحده الامريكيه؟ لانه في كلا الساحتين هو يخسر، والخساره لا تنتهي هنا وانما متصاعده كما سمعنا ايضا بالتوعد لما أطلقه سيد يحيى سريع، وذلك بأنه في فشل حقيقي في الميدان اليمني. خلى النجاح الوحيد الذي يمكن أن يسجل، وهذا في تحفظ بين قوسين الذي تحققه المملكة العربية السعودية بأنها تكيل بالدم اليمني وتحقق يعني الكارثة الإنسانية الأكبر على مستوى القرن كما قالت الأمم المتحدة، وتقتل في الأطفال اليمنيين. وإذا اليوم الناس تتحدث عن كورونا، عادت يعني أمراض من القرون الوسطى ألا وهي الكوليرا، ولم يأبه به الشعب اليمني أي أحد. سنوسع النقاش وإياك دكتور محمد أبو عاصي، سيد عريب بن رنتاوي، وسيادة العميد شارل أبو نادر، ومشاهدينا، ولكن سأتوقف مع فاصل قصير. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. معادلة ردع جديدة تثبتها القوات المسلحة اليمنية في مطلع العام السادس من العدوان بعملياتها العسكرية الواسعة في العمق السعودي، وتنذر بمزيد من العمليات والضربات النوعية مستقبلا إذا استمر العدوان. أحمد عبد الرحمن. عملية عسكرية يمنية كبرى تدشن بها القوات المسلحة اليمنية عامها السادس في منازلة عدوان التحالف، وبها تؤكد يدها الطولة بعد 5 سنوات من المواجهة. عملية كبرى في رقعتها الجغرافية من الرياض إلى نجران وجيزان وعسير، ودقيقة في توقيتها الحساس، ومتعددة في أهدافها، ومتنوعة في أسلحتها من الصواريخ إلى الطائرات المسيرة. هكذا جاءت العملية بعد أيام من توعد قائد أنصار الله التحالف السعودي بضربات موجعة، وإعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى انتهاء المرحلة الأولى من الوجع الكبير، ما يعني بدء مرحلة جديدة قد تكون هذه العملية الواسعة تدشينا لها. العملية جاءت أيضا بعد تحولات ومتغيرات عسكرية وميدانية كبيرة بدأتها القوات المسلحة اليمنية باستعادة نهم شرق صنعاء، ومن ثم بتحرير محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والوصول إلى مشارف مأرب النفطية، لتعيد بذلك رسم المشهد وتثبت من خلالها وضعا عسكريا جديدا على الأرض في نهاية عام ومشارف عام من الحرب والعدوان. وعلى الطرف الآخر يختل توازن تحالف الحرب بهذه الخسارات المتتالية من العمق إلى الحدود، بينما تعيش حكومة هادي وضعا لا تحسد عليه في جنوب البلاد، وهو حال أقرب إلى الموت السريري إذا جاز التعبير، في ظل انتكاسات وخسائر متلاحقة على كافة الجبهات العسكرية والسياسية من صنعاء إلى عدن، مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ومع أعضائها أيضا، وليس أدل على ذلك من إقالات وزرائها أو استقالاتهم. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. جدد الترحيب بضيوفنا. معنا سيد عريب رنتاوي من عمان، دكتور محمد أبو عاصي من صوفيا، ومعنا هنا في الاستوديو سيادة العميد شارل أبي نادر. مرحبا بضيوفنا من جديد، وإياك أستأنف النقاش سيادة العميد. بعض التفاصيل أيضا جاءت في تقرير الزميل أحمد عبد الرحمن في نوع من التهلهل حتى في داخل يعني مجموعة رئيس اليمني عادل عبد ربه منصور هادي، وأيضا بالنسبة للحكومة وحتى في العلاقة مع الجنوب اليمني. هذه من ضمن العوامل التي تزيد في إبراز مدى الفشل الذي يتم لسياسة المملكة في حربها على اليمن. لكن في تم التوعد به بأنه إذا ما استمر العدوان سيكون هناك عمليات موجعة. هل لنا أن نستشرف المسار الموجع الذي يمكن أن تسلكه العمليات إذا استمرت الرياض في مسارها؟ يعني إذا استطعنا خلال الفترة القريبة التعرف بالتفصيل عن العمليات التي حدثت يعني البارحة، العملية المهمة
التي هي العملية الأولى في العام السادس، ربما نستطيع أن نستنتج مسار أو المناورة التي تذهب باتجاه الوحدات اليمنية. ولكن بشكل عام نستطيع أن نذهب باتجاه اتجاهين. يعني إذا تكلمنا أن المنطقة الجنوبية الغربية أو منطقة المحافظات والمطارات الجنوبية الغربية جازان وعسير ونجران، الثلاثي المحافظات الذي كان دائما هو نقاط ارتكاز المواجهة بين الجيش واللجان الشعبية وبين الوحدات السعودية، المطارات تقريبا هي يعني لم تخرج عن الخدمة من الناحية العسكرية بشكل كامل، ولكنها قد تعطلت بنسبة كبيرة. وهذا الموضوع أثر على معركة المعارك الأخيرة التي تكلمنا عنها، معارك الثلاثة الكبرى في الشرق. هذا مهم وأساسي. ربما الوجع الآن يذهب باتجاه تعطيل هذه المنطقة من ناحية الحركة الاقتصادية أكثر من الحركة العسكرية، وهذا في متناول اليد. لماذا؟ لأنه قريب على الحدود. إذا المناطق العسكرية أو المطارات العسكرية وفشلت في حماية نفسها مباشرة، فشلت في حماية الرادارات، فشلت في حماية حظائر الصواريخ والطائرات، طبعا سوف يكون هناك فشل في حماية النقاط الحيوية التي لها علاقة بالنفط، التي لها علاقة ربما بالحياة المدنية الخاصة. يعني هذا الوجع أنا بتقديري، لأننا في متابعة لمسار العمليات ومسار المعركة، معركة الجيش واللجان الشعبية، هناك تصاعد، تصاعد في الاستهداف وتصاعد في الوجع. ومن الطبيعي أن نذهب باتجاه التصاعد باتجاه الوجع. أعتقد أن الموضوع يذهب باتجاه استهداف نقاط حيوية سوف تؤثر على الاقتصاد الداخلي، ربما تذهب باتجاه المتأثر أصلا بأسعار النفط وموضوع كورونا طبعا. ولكن هل يمكن أن يشكل وجعا أكبر طالما أيضا في يعني الآن انكفاء حتى على المستوى محاولة أن يكون هناك تدابير في داخل المملكة لمواجهة التفشي طالما هي تستمر في العمليات العدوانية؟ صحيح. يعني طالما الموضوع إذا كان يتعلق فقط بسعر النفط وتأثيره، ربما هذه الأموال تعوض من صناديق خاصة معينة لا تؤثر. ولكن إذا كان هناك استهداف لنقاط حيوية تعطل الحركة المدنية، تعطل الحركة الاجتماعية، تعطل ربما الحركة التي لها علاقة بالاقتصاد بالكامل. في هناك موانئ بحرية على جازان مؤثرة وهي أساسية في حركة الاقتصاد السعودي. ربما الموضوع يتطور إلى حركة تتعلق بالبحر الأحمر. يعني هذه النقاط سياسية يعني اقتصادية وعسكرية ممكن أن تذهب بهذا الوجع المهم والأساسي. طيب طالما سيد الرنتاوي نتحدث عن المسارات التي يمكن أن نراها، هناك نقطة عصية على الاعتراف على المملكة العربية السعودية، لكن عدم اعترافها لا يغير بحقيقتها شيئا، ألا وهي أن حركة أنصار الله تتحول إلى قوة إقليمية. برز ذلك من خلال مبدأ المقايضة التي تم تقديمه من سيد عبد الملك الحوثي عندما قال نعطيكم يعني نبادل طيار من الطيارين السعوديين مقابل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية. هذا ينسحب على المقارنة حتى مع حزب الله في مكان ما، أريد إرجاعه إلى قوة محلية، تدميره أو إشغاله في سوريا وإذ به قوة إقليمية لا يمكن نكرانها. في شكل الملف في اليمن هناك مشكلة عند السعودية أن تجلس على طاولة مع حركة إنصار الله على اعتراف بها على أنها قوة إقليمية تفاوضها على الطاولة، في حين تريد أن تقول أنا أفاوض طهران. هل يمكن أن تبقى على هذا المسار؟ يعني هي تريد أن تفاوض طهران والحوثي يريد أن يفاوض الرياض وليس عبد ربه منصور هادي والأطراف الأخرى. يعني هذه هي المعادلة الآن. نرى من جهة طرف يعني ينمو دوره بشكل متزايد ومضطرد، ومن جهة ثانية نرى إدارة بائسة يعني للدور السعودي في اليمن. لا هم قادرون على الحسم العسكري كما هو واضح وكما بات العالم بأسره يعرف هذه الحقيقة، ولا هم قادرون لا على تلقي مبادرات ولا إطلاق مبادرات جدية في الحقيقة لإنهاء هذا الملف وإغلاقه بالحد الأدنى من الخسائر على أقل تقدير. هنا في الحقيقة يعني يرتي المراقب لحال هذه الإدارة البائسة لواحدة من أخطر وأهم وأطول الأزمات والكوارث الإنسانية كما هي في اليمن في هذا المجال. انظري على سبيل المثال حتى في المناطق التي يقال أنها تم استعادتها للشرعية وغير ذلك، عبد رب منصور هادي لا يجرؤ على الوصول إلى عدن. نعم. الانتقال قريب بين عشية وضحاها يقترب من قصر المعاشير. نعم. في عدن ما يجري في المهرة، ما يجري في سقطرة، ما يجري في كثير من الأماكن. يعني هناك حروب مركبة تخوضها المملكة العربية، حربها الرئيسي مع الرئيسية مع صنعاء، ولكن لديها حروب فرعية مع الانتقالي مع الإمارات
حرب الاغتيالات والاغتيالات المتبادلة التي تمت خلال السنوات وليس الأشهر القليلة الفائتة، هي حرب بالوكالة بين شريكي التحالف العربي في الحرب ضد اليمن. لذلك في الحقيقة قصة فشل مركبة ومضاعفة. طيب. ما جاء في التقرير عن موت سريري لحكومة هذه، أنا في رأيي أن هذا تقدير صائب تماما. هذه حكومة تعيش الآن على الأكسجين والأمطار وغير ذلك، بخلافها إذا نزعت عنها هذه الأجهزة ستتوفى فورا وسيجري نعيها. لذلك في الحقيقة نحن أمام مأزق، ومن مصلحة السعودية إن كان هناك من يفكر بالمصلحة السعودية الانسحاب اليوم قبل غدا من الملف اليمني. طيب دكتور محمد أبو عاصي، ربما السعودية كانت تريد أن ترى طاولة مفاوضات تكون فيها حركة أنصار الله طرف من مجموعة أطراف، والبعض أيضا ربط الميدان اليمني في تطور المعارك الشرق بأنها هذه الإنجازات أوقفت سيناريو تقسيم اليمن إلى 4 أقاليم. هذا في جانب. الجانب الآخر، هل تحمل المملكة العربية السعودية طالما توعد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية سيناريو مشابه لأرامكو في أيلول من العام الماضي بالنظر لتطورات الملف النفطي حيث وصل حتى على مستوى سوق الطاقة العالمي بشكل سريع لطفان؟ يعني باختصار فيما يتعلق بالمسار السياسي، ليس أمام السعودية إلا مفاوضة أنصار الله. محاولة الجمع بين عدة أطراف فشلت وستفشل. عندنا في معسكرين في اليمن، هن المفروض مفاوض التحالف الإماراتي السعودي من جهة وأنصار الله من جهة أخرى، والباقيين اللي تحت إطار التحالف السعودي الإماراتي هذول يعتبروا طرف واحد، هن بينهم يحلوا الموضوع بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة الإمارات والسعودية. أما فيما يتعلق بالرد، فيما يتعلق بالتوعد أو الوعيد اللي قدمته أنصار الله ضد السعودية، أنا بقول لك إنه قد تكون أرامكو أحد هذه الأهداف، ولكن الأهداف ستكون واسعة جدا. السعودية لا يمكن أن تعوض خسائر كبيرة جدا، يعني أيام أرامكو كان سعر البترول 60 دولار و 70 دولار. هلا سعر البترول 20 دولار وما فيه مين يشتري. أشكرك. فبالتالي هذا الكلام في ظل أزمة اقتصادية قادمة عالمية، وفي ظل تغير النظام العالمي إلى أشكال أخرى، يعني السعودية راح تكون، يعني تسمحي لي بهذا التعبير ولو أنه شوي، راح تروح دعوسة بين الرجلين. طيب شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو عاصي، هذا تعبيرك أنت تطلقه، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا، ضيفنا من صوفيا. سيد عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان. سيادة العميد شارل بنادر البحث العسكري ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نصل إلى ختام مسائيا، نذكركم بعناوينها. نفذت قواتنا المسلحة بعون الله أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العام السادس. ردا على استمرار الغارات السعودية على المدنيين، القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى استهدفت الرياض والعمق السعودي. الحرب السعودية على اليمن تستنزف الرياض عسكريا وماليا، هل تستمر الحرب في ظل الصراع داخل الأسرة الحاكمة والخلاف مع موسكو على أسعار النفط؟ ثبات وصمود لحكومة صنعاء مقابل استقالات في حكومة هادي وعدم استقرار بسبب معارك الجنوب، فلماذا الإصرار على الخيار العسكري للحل؟ المزيد دائما بالأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.